أهلا بكم. حالة من التوترات غير المعهودة منذ عدة سنوات في منطقة الشرق الأوسط، آخذة في التصاعد بين إسرائيل وحزب الله من جانب وإسرائيل وإيران من جانب آخر، لم يعد الأمر يقتصر على التهديدات والتصريحات الاستفزازية من جميع الأطراف، بل تحول الوضع إلى أفعال وردود أفعال في غاية الخطورة تنذر بصراع أوسع وأشمل في منطقة الشرق الأوسط في ضوء تهديدات الفصائل المسلحة في العراق وجماعة الحوثي في اليمن لإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية أيضا باستهداف مزيد من الأهداف بالمنطقة بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد حزب الله باستهداف قياداته وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله، وشن قوات الاحتلال هجوما بريا على جنوب لبنان، وفي المقابل جاء الرد الإيراني الأخير بشن هجمات صاروخية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، فصلا جديد من المواجهات والتوترات التي تلقي بظلالها على الأوضاع الإنسانية في لبنان والتحركات العسكرية الإسرائيلية المقبلة ضد حزب الله وإيران. فهل المنشآت النفطية والنووية الإيرانية هدف إسرائيل القادم؟ موضوع مطروح للنقاش. المزيد ينضم إلينا من القاهرة دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، كما ينضم إلينا أيضا من الناصرة دكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية، وينضم إلينا من كاليفورنيا دكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بالقاهرة الإخبارية. إذن أبدأ من القاهرة مع دكتور أحمد سيد. يعني في البداية دكتور، أشارت تقارير إعلامية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضغط على إسرائيل لمنع ضرب المنشآت النووية الإيرانية. منذ متى كانت المطالب الأمريكية مسموعة من جانب نتنياهو في رأيك؟ تحياتي لك فيروز ولكل ضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية الكرام. في الواقع دائما نقول أن أمريكا لديها القدرة وليس لديها الرغبة أو الإرادة في الضغط على الجانب الإسرائيلي، لأن هناك عوامل كثيرة تجعل الإدارة الأمريكية الحالية إدارة بايدن تبدو كالبطة العرجاء، خاصة مع اقتراب الانتخابات، ودائما كانت إدارة بايدن تتم خطابها تجاه إسرائيل في إطار المناشدة المناصحة، لكن عندما تقوم إسرائيل وتتورط تقوم بدور أولا مطافئ للحرائق التي تشعلها إسرائيل، ثم تقوم بدور التبرير أن إسرائيل تدافع عن نفسها، ثم تقوم بدورها الطبيعي المستمر وهو الداعم عسكريا وسياسيا واقتصاديا لإسرائيل، سواء أيضا وحامي لها في مجلس الأمن الدولي وفي المحاكم الدولية ومحكمة العدل. وبالتالي الخطاب الأمريكي يفصل بين المسارات، المسار السياسي الذي يبدو في أنه أكثر نعومة، أنه يعني في طرد كامل الأدوار، يتكلم عن منع التصعيد، عن ضبط النفس، وقف الحرب، كل هذه الخطابات التي لا تترجم على أرض الواقع إلى سياسات وضغوط حقيقية أو كبح حقيقي لاندفاع حكومة نتنياهو تجاه إشعال المنطقة. ومن هنا فهم نتنياهو مدى أو حدود الضغط لدى إدارة بايدن، ولذلك انطلق في إشعال الحرائق، سواء استمر حرب لمدة عام في غزة وأجهد كل مخططات أو كل مفاوضات التوصل للاتفاق للتهدئة والتبادل الرهائن، الآن يشعل جبهة لبنان ويحاول إشعال الجبهة الإقليمية، وتبدو إدارة بايدن أيضا مغلوبة على أمرها. وهذا الضعف وهذه القيود الشديدة على إدارة بايدن تزداد مع اقتراب الانتخابات، لأن إدارة بايدن تعرف أن أي ضغوط، مجرد ضغوط على نتنياهو، سيستغلها الجمهوريون ويتهمونه بالخيانة وعدم دعم إسرائيل. وبالتالي هنا نتنياهو يمارس الابتزاز السياسي، يحاول توريط أمريكا، لكن في المقابل هناك الدولة العميقة الأمريكية التي لديها أيضا حسابات استراتيجية، وهي صحيح تدعم إسرائيل في كل خياراتها، تدعم إسرائيل في الحق والباطل، ظالم أو مظلوم، لكن على الأقل هناك اعتبارات، خاصة فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على الصواريخ الإيرانية، لأن إسرائيل
ونتنياهو لا يمكن أن يقوم بأي ضربة تجاه إيران إلا أولا بضوء أخضر أمريكا وموافقة أمريكية، إلا بتنسيق كامل أمريكي، إلا بدعم كامل أمريكي عسكري. وبالتالي هنا هناك حسابات معقدة للنتائج، لكن إدارة بايدن متفقة مع نتنياهو في ضرورة الرد، لكن شكل وطبيعة الرد ربما هو يخضع لاعتبارات كثيرة خاصة بالدولة الأمريكية وليس بإدارة بايدن التي تبدو أنها ضعيفة وغير قادرة على ممارسة أي ضغوط أو خيارات محدودة تجاه نتنياهو. نعم، طيب أذهب لدكتور سهيل دياب في من الناصرة. دكتور، يعني اليوم المنشآت النووية الإيرانية في واقع الأمر هي ليست في مكان واحد كما كانت على سبيل المثال منشأة تموز في العراق حتى يتم استهدافها، وإن عزمت إسرائيل على استهداف المنشآت النووية الإيرانية فهي ستحتاج بذلك عدد كبير وواسع من الاستهدافات. وكما سمعت لضيفي الكريم من القاهرة الولايات المتحدة الأمريكية، من المرجح أنها لن تعطي أبدا الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بذلك. إذن ما المستهدف أو ما الذي قد يقع على خارطة الاستهداف الإسرائيلية إذن في ردها على إيران؟ منشآت نفطية، مؤسسات أو حكومية أو غير ذلك؟ في رأيك ما الرد القادم؟ حياتي لك بداية ولضيوفك الكرام وللأخوة والأخوات المشاهدات والمشاهدين. لكي نفهم يعني مركبات هذا الموضوع، علينا أن نعرف أنه بالفترة ما بين الاغتيالين الكبيرين، بين اغتيال إسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله، كانت هنالك أوهاما متلاحقة ومتصاعدة أمريكية وإسرائيلية أنه آن الأوان للحسم الصراع وبناء خارطة جديدة للشرق الأوسط. هذه الأمور مع الرد الإيراني الموجع الأخير بدأ التفكير بها من جديد، وعلينا أن نرى التصريحات القائمة الآن سواء الإسرائيلية وسواء الأمريكية أن هذه الأوهام عادت إلى المربع الأول، دعينا نقول إلى الأرض وليس إلى النشوة والعنجهية العالية. فلذلك هم الآن يعرفون أكثر الإمكانيات والجهوزية الإيرانية، والبرهان على ذلك الرد الأخير، لأن إسرائيل يعني قلقة ليس فقط من الضربة، هي قلقة من ثلاث أمور كبيرة جرت بهذه هذا الرد. أولا أنها الاستخبارات العسكرية لم تقدر أن إيران تريد أن ترد، والآن ولم يكن لديها أي معلومية، وحصلوا على المعلومات من الولايات المتحدة الأمريكية قبل ساعات، وهذا يعتبر إخفاقا يشبه إخفاق 7 أكتوبر إن أردت القول. النقطة الثانية أن هذه الإمكانيات بالأسلحة الباليستية الإيرانية، والتي فشلت المعدات الدفاعية الجوية الإسرائيلية إلى التعامل معها وأن توقفها أو تسقطها وما إلى ذلك، وهذا إخفاق لا يقل أهمية عن الإخفاق الأول. والأمر الثالث والجديد منذ قيام إسرائيل منذ عام 48، لم يحصل أن نزل 75% من المواطنين الإسرائيليين إلى الملاجئ الإسرائيلية لأكثر من ساعة ونصف، وهذا الأمر يعني يؤثر على، دعيني أقول، إعادة وهندسة الوعي الجمعي في المجتمع الإسرائيلي باتجاه قضية الأمن، وبات الأمن لا غير موجود للغالبية الساحقة. لماذا أقول ذلك؟ أقول ذلك لأن التصريحات الأمريكية الآن علينا أن نفهمها بهذا الاتجاه، بأن مواجهة إقليمية شاملة كبيرة ستكون يعني مدمرة للجميع، ولكن أيضا سيدمر الكثير من المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية. علينا أن نربط هذا التصريح مع الإمكانيات والتصريحات والتحركات الإيرانية. الإيرانيين أرسلوا برسائل قبل ساعات
طيب للأمريكيين سأعود بشكل معك غير مباشر. سأعود إليك نعم دكتور سهيل للحديث أكثر عن وجهة النظر الإيرانية أو ما المتوقع أن تقوم به إيران في الأيام القليلة المقبلة بعد أن أعلنت أنها بهذا الهجوم هي ردت على إسرائيل. أذهب إلى كاليفورنيا وإلى ضيفي الكريم دكتور أشرف سينجر. دكتور أشرف، يعني منذ يومين كان هناك مناظرة للمرشحين لمنصب النائبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وربما ولأول مرة نوقشت أو جاءت خلال هذه المناظرة جاء الحديث عن السياسة الخارجية فيما يخص الحرب في غزة وفي لبنان وما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، بالرغم من أن ذلك لم يكن يوما جزء من مناظرات الانتخابات الأمريكية. هل ما يحدث في سواء في قطاع غزة وفي اليوم في لبنان يعني يغير مسار الانتخابات الأمريكية، يؤثر عليها بشكل كبير، وهل إسرائيل ستتخوف من أن تتسبب في قلق سياسي أمريكي أو على الأقل يعني عدم رضا سياسي أمريكي؟ نقطة بدء المناظرة بالنسبة لفانس وولتز كانت مهمة، ان هم بدأوا بقضية الشرق الأوسط لان اسرائيل كانت تحت الضرب الصاروخي من قبل ايران. اسرائيل سياستها، كيانها، بقائها، مستقبلها هو جزء من السياسة الأمريكية، جزء من اهتمام السياسيين الأمريكيين. طبعا الشارع الأمريكي مختلف الآن، يعني الناس غير زمان، دلوقتي بقى عندهم كلام عن فلسطين وعن أهل فلسطين وعن ما يحدث في غزة أو ما يحدث في لبنان، يبقى إذن في كلام جديد في الشارع هيحصل، ده هيغير شكل السياسة الأمريكية، بس مش دلوقتي، ممكن 15 سنين من دلوقتي. طبعا في نقطة مهمة جدا الناس بدأت تلاحظها في مراكز الأبحاث أو السياسيين اللي هم المخضرمين، اللي هو رؤية إن إسرائيل بتجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوحدة. ده واحد. اثنين، رغم ان امريكا رايحه بمزاجها، يعني رايحه للدفاع عنها، دي واحد. حاجه تانية، هم شايفين ان الولايات المتحده الامريكيه قدرتها على انها تقدم نفسها كدوله مهيمنه على النظام الدولي بقيم وبمبادئ، اسرائيل تزيل هذه الهيمنه وتجعلها يعني تجعل امريكا في موقف بائس ويائس في اداره مشهد السياسات الدوليه بمعايير عادله. يعني إذا كانت إسرائيل بتقول إن أنا عندي سلاح نووي أو عايزة تعمل سلاح نووي، طب ماذا يمنع إيران؟ يبقى إذا أنت عشان تمنع إيران ابدأ بمنع إسرائيل الأول. وبالتالي إسرائيل، لأن طبعا في تصور إحنا بنشوفه في قراءتنا هنا وفهمنا، إن الدول الكبيرة هي اللي يكون عندها سلاح نووي، الصغيرة لا، لأن الصغيرة بتبقى غير راضية وممكن تستخدمه، احتمالات استخدامه أكتر، لكن الكبيرة بيبقى احتمالات استخدامه أقل. وبالتالي إذا عايز تمنع السلاح النووي عن إيران الصغيرة، ابعد إسرائيل عن السلاح النووي، لأن إسرائيل صغيرة أيضا بل أصغر من إيران. إسرائيل دولة أو كيان ليس له وزن في القوة الشاملة العالمية، ليس له وزن في القوة الشاملة الإقليمية مقارنة بمصر أو إيران أو تركيا، إلا بدعم الولايات المتحدة الأمريكية. يعني دون دعم أمريكا إسرائيل بلد صغيرة وضعيفة وخائفة. فكرة أن الولايات المتحدة تشوف أن إسرائيل النهاردة بهذا نتنياهو يخرج من فكرة الردع، يعني الردع يسقط حينما تطلق أول طلقة، حينما طلقت أول طلقة من حماس ده يبقى إذن انتهت سياسة الردع اللي كانت تحيط بإسرائيل. عندما أطلقت صواريخ أبريل وصواريخ 1 أكتوبر من قبل إيران سقطت نظرية الردع. طالما حزب الله بدأ يضرب برضو يبقى سقطت نظرية الردع. يبقى إسرائيل في المستقبل ممكن تتضرب، وده مش تتضرب بس من جماعات وليست بدول أو من إيران، ممكن تتضرب من أي حد. يبقى إذن فكرة أنها كانت في كيان الغموض بأنها لا يمكن لأي أحد أن يقترب منها لأنها دولة يقول لك عندها سلاح نووي فما فيش حد يقرب منها. وعلى فكرة في حاجة بتذكر في كتب السياسات الدولية، يقول لك مصر 73 أكتوبر العظيم
كان هناك معلومات يقولوا ويقول لك ان اسرائيل عندها سلاح نووي، ومع ذلك مصر عملت العبور العظيم. الفكره دي مهمه ليه؟ ان فكره ان الردع نفسه اصبح لا يمثل حمايه لدوله اسرائيل. هنا بيتطلب من الولايات المتحده انها تفكر في سياسات اخرى وتفكر في طرق اخرى كي تستطيع ان تجعل اسرائيل تعيش في سلام مع الفلسطينيين. وانا افتكر ان حل الدولتين هو الحل اللي هيخلينا كلنا نشوف شرق اوسط مختلف عن اللي بحاول ايه نشوفه. هو الحل الذي نرجوه جميعا، ولكن اليات وضع هذا الحل هو ما زلنا ننتظره. طيب اذهب اعود للقاهره لضيفي الكريم دكتور احمد سيد احمد. دكتور، يعني كما استمعت لضيفي الكريم من كاليفورنيا دكتور اشرف سينجر، دعاوى اسرائيل بانها دائما محاطه بدول معاديه لها وانها مستهدفه، اليوم نرى بشكل جلي وواضح ان اسرائيل هي التي تشكل خطرا كبير على الدول المجاوره لها ولا تحترم اي مواثيق. يعني انت كبير في العلاقات الدولية، من المفترض أن القرار 1701 ينص على أن الخط الأزرق لا يمكن المساس به، بالرغم من ذلك القوات البرية الإسرائيلية حاولت أن تدخل يارون 5 مرات منذ يومين، استهدفت مارون الرأس، استهدفت العديسة، كفر كلا وغيرها من البلدات الموجودة بعد الخط الأزرق. إذن ما الذي يمكن أن يوقف إسرائيل إذا كان القانون الدولي لا يوقفها؟ في الواقع فيروز نحن نتعامل مع جيل أكثر شراسة يحكم إسرائيل الآن، لا يتسم به الرشادة السياسية أو العقلانية أو حسابات التكلفة ومنفعة، لأنه يستند إلى مزاعم توراطية ولديه مشروع خبيث وخطير استغل 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى لتنفيذ هذا المخطط، وهدفه الاستراتيجي هو القضاء على أي مقاومات الدولة الفلسطينية سواء بتدمير غزة أو بإشعال الضفة واستبعاد القدس أو فيما يتعلق بتغيير معدلات المنطقة كما أراد نتنياهو. وبالتالي أمام هذا السلوك غير المتوقع في ظل ازدواجية المجتمع الدولي، في ظل الحماية الأمريكية، هذا كما قال جوزيف بريل لا أحد يرضى عن نتنياهو، الذي سيرضى عن نتنياهو فقط هو القوة على الأرض أو في الميدان. يعني عندما توغل في مارون الراس والعديسة وغيرها وسقط أكثر من 8 قتلى إسرائيليين وأكثر من ما يقارب 40 في يوم واحد، وقبلها الضربات الإيرانية التي وصلت إلى قواعد عسكرية، ربما هذا يكبح نوعيا أو نسبيا نتنياهو. لكن بشكل عام نتنياهو لا يحترم القانون الدولي، هو في الأمم المتحدة ومن قلب الأمم المتحدة يعني يحتقر أو يعني يزدري هذه المنظمة ويتهم من يتعاطفون أو من ينتقدون إسرائيل بسبب جرائمها بأن هذا نوع من يعني السخرية. وعندما في الأمم المتحدة صدق على عملية اغتيال حسن نصر الله التي تمثل انتهاكا لسيادة لبنان وسيادة أراضيه، وبالتالي نتكلم عن مجموعة في الآن في إسرائيل باتت أمام المجتمع الدولي تمارس الابتزاز السياسي، تعتبر نفسها فوق القانون، ترى أن المجتمع الدولي كله كل من ينتقد إسرائيل هو معادي للسامية، في ظل ازدواجية وضعف وميوعة الموقف الأمريكي الذي يعمل كإطفاء للحرائق ويعمل على تبرير الدعم لإسرائيل. وبالتالي لا نتوقع أن يكون هناك سلوك متوقع أو رشيد، على خلاف حتى ربما الأجيال والقادة الآخرين في إسرائيل مثل رابين وغيرهم الذين كان لديهم أيضا ربما حسابات استراتيجية وعقلانية سياسية. أما الآن نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وغيرهم وإسرائيل كاتس وغيرهم، هذه المجموعة تتعامل بعنصرية، تتعامل بازدواجية، تتعامل بمنطق أن إسرائيل فوق القانون، أن إزراع إسرائيل الطولة ستطال أي منطقة، وهي لغة حقيقة تشعل الأمور. صحيح أن هناك رغبة إقليمية من إيران أو من أمريكا أو رغبة في المنطقة من عدم التصعيد الإقليمي، حتى من جانب ربما اتجاهات داخل إسرائيل تبدو ربما عقلانية نسبيا ما، لكن الخطورة هنا هو الاحتمال المتعلق بخروج الأمور عن السيطرة، بمعنى أن هؤلاء يرتكبون أو أفعال للأسف. يعني دكتور أحمد، اليوم يعني ربما منذ بدء هذه الأزمة كنا نتحدث عن حكومة متطرفة وعن وجود معارضة يعني يوضع فيها الأمر ربما أنها قادرة على وقف نتنياهو وجماعته، اليوم هناك توافق
كبير بين يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، وهو حزب تأسس من اندماج أحزاب يسارية، أيضا غيره كبيني غانتس وغيرهم، اليوم باتوا يقفون حتى في صف بنيامين نتنياهو فيما يخص الحرب في لبنان. وهنا أذهب للناصرة لدكتور سهيل دياب. دكتور، يعني ربما كانوا يعول البعض على الانقسام في الداخل الإسرائيلي، اليوم هناك توافق على هذه الجبهة في لبنان والتدخل الإسرائيلي، العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، والذي لا يمكن أن نصفه بأنه عملية محدودة كما قال نتنياهو. ماذا إذن؟ ثلاثة أمور تؤثر على صناع القرار بإسرائيل بشكل كبير وأيضا على المجتمع الإسرائيلي. الأمر الأول هو ما يجري في الميدان. المزيد من الصور التي شاهدناها باليومين الأخيرين، سواء بالجبهة اللبنانية وسواء بالرد الإيراني وسواء بالعمليات الاستشهادية في يافا وإشعال الضفة الغربية وما إلى ذلك، هي مادة كبيرة للنقاش في داخل المجتمع الإسرائيلي حول جدوى هذه الحرب وحول جدوى ما يقوم به صناع القرار من قرارات غير مفهومة. اليوم على سبيل المثال تم نشر من هم الوزراء الذين عارضوا عملية اغتيال السيد حسن نصر الله في الحكومة. تخيلي أن هنالك كانت ثلاثة وزراء امتنعوا عن الموضوع، ووزيرين اعترضا بشكل كامل على هذا الاغتيال. بما معناه أردت أن أقول أن ما يجري في الميدان هو عامل أساسي يحدد كيفية تطور الموقف لصناع القرار والمجتمع الإسرائيلي. الجانب الثاني وعلينا أن لا نقلل من أهميته هو العامل الجانب الأمريكي. برأيي الجانب الأمريكي كل حديث على أنها قضية انتخابات داخلية وأن هنالك إشكالات وأن هنالك ردع، يكفي يعني المجتمع الدولي سئم البيانات الأمريكية المتتالية والمتشابهة منذ أكثر من سنة. أمريكا قلقة، أمريكا محبطة، بايدن زعلان، لا يريد أن يتكلم مع نتنياهو. كل هذه الأمور هي غير واردة. أمريكا لو أرادت أن توقف هذه الحرب وهذا العدوان تستطيع أن تقوم بذلك ب 24 ساعة، ومن الممكن الحديث عن هذا طويلا والتاريخ سيثبت ذلك لاحقا. النقطة الثالثة وهي الداخل الإسرائيلي. برأيي أن الداخل الإسرائيلي مرتبط ارتباط عضوي بالأمرين، الميدان والولايات المتحدة. إسرائيل لا تستطيع أن تقف أمام هذين الأمرين سوية. من الممكن أن تقف ضد ما يجري في الميدان لمزيد من التوحش، أو ضد الموقف الأمريكي من أجل قضية معينة داخلية إسرائيلية. أما أن تقف أمام هذين الجانبين، الميدان الذي لا يسعف إسرائيل والموقف الأمريكي الصارم، من غير الممكن أن تستطيع أن تصمد بأي قرار جدي جذري يغير الأمور في داخل الشرق الأوسط أو في هذه الحرب. أنا أعتقد وهناك بدأ النقاش في داخل المجتمع الإسرائيلي حول هذا الموضوع. منذ الصباح يتم الحديث بين القوى العسكرية في إسرائيل، هل كان من الضروري علينا أن نقوم بخطوات برية في لبنان؟ هل أو كان من المفضل أن نوقف العدوان والحرب على غزة، نقوم بصفقة تبادل الأسرى، نهدئ المنطقة ونبقى نقوم بحرب كبيرة ضد حزب الله بالوقت الذي نراه مناسبا؟ النقاشات في المجتمع الإسرائيلي بدأت قبل أن متى يتجمع المجتمع الإسرائيلي؟ عندما تكون انتصارات، عندما تكون نشوة، عندما يكون اغتيال كبير، ونتنياهو يعرف ذلك ويقوم بذلك. سأعود إليك الحديث عن نقطة الاغتيالات دكتور سهيل، ولكن سأذهب لكاليفورنيا. دكتور أشرف سينجر، في النقطة الثانية التي تحدث عنها دكتور سهيل، تحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من هذه التصريحات النارية بأن بايدن مستاء وأن الإدارة الأمريكية لا تقبل وتستنكر ما يحدث، إلا أنها صامتة. وبيوم أمس في الحقيقة كانت ليندا توماس المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن تتحدث وتنقل رسالة لمجلس الأمن من الرئيس الأمريكي
المعارك تقول فيها الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بلا هوادة. ما الذي يمكن أن يوقف هذا الدعم؟ أنت قلت أن الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل لا تجرها إلى ما يحدث، هي تفعل هذا برضاها. إذن ما الذي سيوقف الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة لحرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط؟ يعني في تحليلات سابقة هنا في القاهرة الإخبارية قلت أن ما يحدث في الشرق الأوسط هو عقاب أمريكي للشرق الأوسط، بغض النظر من الأطراف التي تقوم بالعقاب والأطراف المستهدفة بهذا العقاب. يعني إسرائيل هي ما زالت يعني رأس الحربة اللي هي بتحاول أنها تجر المنطقة إلى كثير من الصراعات ومن الاختلافات. في سياسة إسرائيلية مستقلة عن أمريكا؟ لا، في ارتباط استراتيجي لوجستي في كل شيء. من الصعب أن تقول الوقت أن إسرائيل تتحرك بشكل مستقل دون أخذ الدعم من الولايات المتحدة. يعني في بعض الأوقات يبان أن البيت الأبيض بيتين زي الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، يعني عندنا في صقور وفي حمام زي ما كان موجود في دائما في حكومات إسرائيل. هنا في البيت الأبيض في صقور وفي حمام، ظاهر جدا أن صانع القرار الأمريكي الآن ميال إلى فكرة الصقور وليس للحمام. يعني بمعنى أن العلاقات في حزب الله أو موضوع لبنان هو موضوع لبنان، موضوع إيران إسرائيل، حركات المقاومة حماس برضو إيران إسرائيل. هو إسرائيل اللي شايفة بقى المشكلة الولايات المتحدة، هي شايفة إيران بتوسع من تواجدها في الشرق الأوسط، وممكن تكون إيران أداة لدول كبيرة تتحدى الهيمنة الأمريكية زي مثلا الصين دوال، أو ممكن روسيا بعد ما تفوق من الحرب الأوكرانية. ولكن أمريكا شايفة أن إيران بحسب ما تقوله دكتور أشرف، هل تعتقد أن من منظور عالمي حيث ربما ما يسود الآن هو نزاع حل محل الحرب العالمية أو الحرب الباردة بمعنى أصح؟ بالتأكيد، لأن الحروب الصغيرة والنزاعات الصغيرة دي مهيمن عليها من قبل الدول الكبيرة في خلافاتها. يعني الدول الكبيرة بتاخد الدول الصغيرة دي وقود لهذه الحرب. يعني تايوان، إيران، إسرائيل، حزب الله، لبنان، دي كلها، سوريا، العراق، دي كلها دول صغيرة في النظام الدولي، وبالتالي هي محكومة بفكرة الخلاف والاتفاق بين الدول الكبيرة. الصراع الأمريكي الصيني يبدو، لأن شوفي حضرتك من ساعة ما الصين نجحت بأنها تعمل علاقة كويسة بين السعودية وبين إيران، ده موضوع استفز الأمريكيين. فكرة أن إيران لها يد طولة في لبنان ويد طولة في اليمن ويد طولة في العراق وفي سوريا، ده موضوع يستفز الأمريكيين قبل ما يستفز الإسرائيليين. يعني ففكرة التناغم الإسرائيلي الأمريكي لمواجهة إيران هي دي الموقف المهم. لكن طبيعة إيران بتستخدم الحروب الصغيرة دي بقى اللي هي في الدائرة الأقل منها، اللي هي توظيف حزب الله والحوثيين وحماس وأي جماعة من جماعات المقاومة، هي بتوظفها إزاي لمصالحها الأمنية القومية الإيرانية؟ ده السؤال المهم، لأن هو كل من إسرائيل وكل من إيران وكل من تركيا ما يحبوش يخشوا في خناقات مع بعض، لأنهم هم هيخسروا يعني نفوذهم في المنطقة العربية، لأن المنطقة العربية هي الأهم. تظل الدولة المصرية هي الدولة المركزية الوحيدة الإقليمية اللي هي عندها اهتمام بالإقليم وعندها اهتمام بالسلام واهتمام بالاستقرار لأبناء الإقليم. هو ده التحدي اللي بيواجه دايما سياسة مصر، لأنها لا تخون، لا تبيع، لا تجر نفسها في حروب لمجرد استنزافها. هنا دي قوة الدولة المصرية في فهم آلية التحركات العالمية والإقليمية، ولا يمكن أن تكون مصر أداة في أيدي أحد. مصر أداة في يد نفسها وأداة للأمن القومي المصري. مصر لم تكن يوما أداة في يد أحد دكتور أشرف، وربما مصر هي أول دولة ربما جعلت من شهر أكتوبر شهر لا ينسى لدى الإسرائيليين على ما أعتقد، ويبدو أن هذا الشهر يعني يتكرر فيه حوادث أو أمور كثير لإسرائيل. أذهب لضيفي الكريم في القاهرة دكتور أحمد. دكتور أحمد،
البعض اليوم أو بعض التحليلات المتواجدة والمتابعين يقولون أن بعد اغتيال حسن نصر الله يقال أن إيران ربما استغنت عنه أو ضحت به أو تراجعت عن دعمها الكبير لحزب الله، بالرغم من أن يعني منذ عام 82 منذ أن أنشأت هذا الحزب إيران دفعت مليارات الدولارات لدعمه. اليوم هل بالفعل سقط الحزب بالنظر إلى حجم الاستهدافات من الجانب الإسرائيلي أم أنه يعيد ترتيب صفوفه من جديد؟ اولا فيروز، فيما يتعلق بعلاقه ايران بحزب الله، حزب الله هو احد يعني حلفاء ايران الرئيسيين او ما يسمى ايقونه اذرع ايران في المنطقه التي استثمرت فيه المليارات، سواء الدعم العسكري او الدعم المالي او الدعم الصاروخي والدعم كل انواع الدعم. لا، الامر الثاني ان ايران لديها مصالح استراتيجيه، ايران دوله براغماتيه بمعنى انها تتصرف من اولويات مصالحها واولوياتها الاساسيه. الاولويه الاولى في اعتقادي في ايران هي برنامجها النووي، وهي تستخدم حقيقه اذرعها سواء حزب الله او الحوثيين او الميليشيات في العراق لتحقيق هذه الاهداف الاستراتيجيه في الضغط على الجانب الامريكي للحصول على اكبر مكتسبات فيما يتعلق باي اتفاق نووي او فيما يتعلق باعاده العقوبات او رفع العقوبات الامريكيه التي فرضها ترامب على الجانب الايراني. الامر الثاني ايضا ان القضيه الفلسطينيه في اعتقادي هي لا تعد اولويه قصوى للجانب الايراني، وراينا كثير من التجارب، لكن حقيقه لديها مصالحها الخاصه بها. النقطه الثانيه فيما يتعلق به حزب الله واسرائيل، بالطبع الضربات المؤلمه التي وجهتها اسرائيل لحزب الله هي اثرت سلبا بالطبع، لكنها لا يعني انتهاء حزب الله، يعني بدليل ما حدث امس من التوغل البري وتصدي قوات لحزب الله للجانب الاسرائيلي في مارون الراس وسقوط هذا العدد الكبير الذي دفع اسرائيل حتى الى اعاده ترتيب اولوياتها وحساباتها فيما يتعلق بعمليه عسكريه او بريه موسعه. لكن حزب الله بالفعل هو يحتاج الى وقت لتجاوز هذه التحديات فيما يتعلق بالقياده بعد مقتل او استشهاد اكثر من او معظم قيادات الصف الاول والثاني، ايضا ترتيب اتصالاته والتواصل بين عناصره، ايضا فيما يتعلق بترتيب منصات اطلاق الصواريخ، وهي الثلاثيه التي يعني اصابتها اسرائيل وجعلت اسرائيل تتكلم بنوع من النشوه والانتصار وانها قادره على الوصول لاي مكان في المنطقه وازرعها الطولة. لكن على الاقل عندما نتكلم عن حروب الميليشيات او حروب الفصائل مثل حزب الله، حزب الله ليس جيش نظامي، لا يمتلك دفاع جوي ولا يمتلك طائرات، هو لديه ميزه نسبيه فيما امرين، الصواريخ البالستيه اكثر من 20 نوع من الصواريخ ما بين مدى قصير وطويل وبالستيه وغيرها، والطائرات المسيره. لكن في نهايه المطاف اسرائيل لديها القوه الجويه الخارقه، لديها ايضا يعني القوه الاستخباراتيه التقنيه، وبالتالي هنا حرب مفتوحه، بمعنى ان اسرائيل في غزه كانت تعتقد انها ستقضي على الفصائل الفلسطينيه في ربما في ايام اسابيع بالكثير شهر، والان اقترب من مرور العام الاول وما زال جبهه غزه مفتوحه، لم يغلق هذا الامر، فما بالك بفتح جبهه من لبنان ثم تفتح جبهه ايضا مع ايران. كل هذه الجبهات بالطبع يعني مزيد من التصعيد، مزيد من الاستنزاف، المنطقة تدفع الثمن، الشعوب المنطقة تدفع الثمن، وعدم الاستقرار كما رأينا في لبنان الشقيق. إذن مشاهدينا، فاصل قصير ونعود معكم لاستكمال هذا الملف المطروح للنقاش من القاهرة الإخبارية. فاصل قصير ونعود لكم من جديد مع ضيوف الكرام. أهلا بكم مجددا. إذا ما زلنا معكم في هذا الملف المطروح للنقاش وما زال معي ضيوفي الكرام. أشارت وسائل إعلام اليوم إلى مقتل جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي وإصابة آخرين في حادثين منفصلين على الحدود مع لبنان. إذا أذهب الآن إلى الناصرة وأذهب لدكتور سهيل. دكتور سهيل، كنت تتحدث قبل الفاصل، كنت تتحدث عن الاغتيالات. حديثا في الآونة الأخيرة أن باغتيال حسن نصر الله انتهى حزب الله، ولكن في عام 92 حين قامت إسرائيل باغتيال عباس الموسوي أيضا ابتهجت وهللت وكانت تتحدث عن انتهاء حزب الله نهائيا، ثم جاء حسن نصر الله وجعل منه قوة
غير يعني قوة غير نظامية ولكنها قوة كبيرة وضاربة، في رأيك ما الذي لازال يخيف إسرائيل من حزب الله وهذا التوغل الذي تقوم به في الجنوب اللبناني؟ بماذا يبرهن بالرغم من أنها تتحدث على أنها قضت على الحزب؟ نقطة واحدة حول الاغتيالات، هنالك كاتب إسرائيلي وهو صحفي مقرب من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية كثيرا يسمى رونين بيرغمان، وقام بإصدار كتاب 2018 حول الاغتيالات السياسية التي قامت بها إسرائيل منذ نكبة 48، ووصل عددها إلى 2780 اغتيال سياسي لشخصيات عربية وفلسطينية ودولية، وأيضا إلى كتاب وشعراء وعلماء وما إلى ذلك، ووصل إلى استنتاجين. الاستنتاج الأول هو أن الاغتيالات السياسية هي جزء من العقيدة الأمنية العسكرية الإسرائيلية، ليس بعد قيام دولة إسرائيل وإنما قبل قيامها من العصابات الصهيونية التي كانت في فلسطين في ذلك الوقت في أوائل الأربعينات. والنقطة الثانية والأهم التي توصل إليها الكاتب وهو مقرب كثيرا للأوساط العسكرية والأمنية الإسرائيلية، يقول أن الاغتيالات السياسية بأحسن الأحوال نجحت بتأخير عملية معينة أو تطور معين بالشرق الأوسط ليس لصالح إسرائيل، لكنها لم تحرز أي إنجازات استراتيجية بعيدة المدى، وهذا ما سيعيد نفسه اغتيال وراء اغتيال. هذه فقط النقطة حول الاغتيالات لكي نعرف إذا الاغتيال فقط من أجل أن هذا الاغتيال سيحدث تغيرا استراتيجيا لصالح أهداف الذي يقوم بها بعمل الاغتيال، هذا لن يجديه إلا إذا ارتبط بخطوات إضافية لاحقة استثمرت سياسيا لمصلحة هذا الطرف. النقطة الأهم هي لماذا تخاف إسرائيل من حزب الله؟ إسرائيل الحالية بقيادة نتنياهو، وأنا أتفق مع ضيفك الدكتور أحمد من القاهرة، أن لديها أهداف استراتيجية وهدفين استراتيجيين لحكومة نتنياهو الفاشية اليمنية بعيدي المدى. الأول هو القضاء على القضية الفلسطينية نهائيا وأن لا تكون على الأجندة، ويعتبر أن قيام أي كيان فلسطيني في المنطقة مهما كان صغره أو قوته أو ضعفه أو استقلاليته هو سيشكل تهديدا وجوديا لإمكانية مواصلة وجود دولة إسرائيل، لأنه يعتبر أن إسرائيل جاءت كاستعمار إحلالي محل الفلسطينيين بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وليس إلى جانب الفلسطينيين أو التفاهم مع الفلسطينيين. النقطة الثانية برأيي لا تقل أهمية، ويعني استمرارا لما قاله بيغن في العام 78 كعقيدة أمنية إسرائيلية، ماذا قال؟ قال إسرائيل ستعمل كل شيء من أجل أن لا تقوم قوة عسكرية أمنية في الإقليم كاملا تضاهي إسرائيل، وخاصة في الجانب النووي. ونعرف أن إعداء إسرائيل يعني حزب الله وإيران وما إلى ذلك أنهم لا يريدون أن يروا أي قوة عسكرية مناهضة. هكذا كان أيضا لماذا قامت الحرب 73 أكتوبر على نفس المبدأ، لماذا قامت إسرائيل بمعارضة موقف الولايات المتحدة عندما قالت نريد أن ندعم العربية السعودية بإقامة مفاعل نووي مدني. إسرائيل رفضت بكل قوة، إسرائيل رفضت تزويد أي دولة عربية مثل مصر وتركيا والسعودية وآخرين بأسلحة متقدمة من أي دولة في العالم لنفس السبب. إسرائيل تريد أن يكون شرق أوسط هي الحاكم العسكري. تاريخ الخوف الإسرائيلي من مصر هو تاريخ قديم وصريح، والحقيقة يعني دكتور أنه مسطر بانتصارات كبيرة جدا يعني أحزنتهم على مر عقود. طيب أذهب لضيفي الكريم في كاليفورنيا دكتور أشرف سينجر. دكتور نحن اليوم نتحدث عن
جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول التسلل في الجنوب اللبناني واختراق الخط الأزرق أكثر من مرة، حتى أنه أكثر من 5 مرات حاول اختراق يارون وكاد أن يشتبك مع الجيش اللبناني، الجيش النظامي اللبناني، وأرسل لهم طائرة مسيرة لاستهدافهم. في هذه الحالة كيف سيكون الرد الأمريكي إذا ما نشبت الحرب بين الجيش اللبناني النظامي وجيش الاحتلال الذي يعني يخترق ويهدد سيادة وأمن لبنان؟ وفي حدود لهذه العملية في لبنان بأنها لا تتجاوز بما يحمل أن يكون هناك مواجهة بين الجيش اللبناني النظامي، جيش الدولة، وبين دولة الاحتلال. بيرجع إلى طبيعة أن الموقف اللبناني غير موقف غزة، لأن حماس لما قامت بعملية 7 أكتوبر ده كان فيه طبعا قتل إسرائيليين حصل بسبب هذه العملية، ده كان موضوع بخلي المجتمع الدولي في الفترة الأولى يعني مد لإسرائيل بمفهوم الولايات طبعا المتحدة الأمريكية يعني ضوء أخضر إن هم يجيبوا يعني قتلاهم أو حقهم أو مختطفيهم، وبالتالي طبعا بدأ يبقى فيه بعد كده انتقاد لنسبة عدم التناسب بين اللي بتقوم بإسرائيل وما يحدث في ضرب المدنيين من النساء والأطفال في غزة وإزالة قطاع غزة بالكامل. بالنسبة للبنان فكرة المناوشة بين حزب الله وبين إسرائيل في شمال فلسطين دي أمور متكررة. إسرائيل غير جاهزة لوجستيا، وده كلام أنا قلته قبل كده، لأنها لو دخلت إلى جنوب لبنان مع العدد السكاني الكبير مع الأفخاخ اللي تبقى موجودة، وده اللي حصل النهاردة، يعني أن هم استطاعوا أن يوقعوا قتلى إسرائيل. إسرائيل وإذا سمحت لي أن أردف أيضا يعني دكتور أشرف، نحن نتحدث عن بالرغم من كل الاستهدافات التي حدثت لحزب الله لازالت الترسانة العسكرية لحزب الله تقدر بين 150 إلى 200 ألف صاروخ وقذيفة، هناك في صفوفه أكثر من 40 أو 50 ألف من المقاتلين المدربين تدريب جيد، يعني الأمر ليس بالهين. وليس بالهين في فكرة الدخول في عمليات الشوارع، لأنها في الأول وفي النهاية ما فيش جيش نظامي هيقدر إن هو يستمر في عمليات الشارع لأنه هيخسرها، لأن المباني الجغرافية بتبقى طبعا مع حزب الله أو مع حماس، وشفنا الكلام ده بشكل كبير. بيضطر يرد نتنياهو أو سلاح الجو الإسرائيلي باستخدام طبعا القنابل الفراغيه، وبيبدا يدمر بقى الايه الاماكن. امريكا مش مستعده انها توصل لهذا المشهد في لبنان. هي يعني بتقول ان او دوله الاحتلال بتقول ان مشروع دوله الاحتلال في نقل في الاسرائيليين من شمال فلسطين الى داخل تل ابيب او الى الغمق ده انهيار للمشروع الصهيوني، وده معناه ان دوله الاحتلال اصبحت غير قادره على ان تستمر في الشرق الاوسط. هنا ده اللي خلى الامريكان يهتموا بالعمليه دي وبالاهتمام بان هم يدعموا اسرائيل في هذه العمليه، لكن تظل اسرائيل تواجه مستقبل حقيقي. بدا هنا حتى في الولايات المتحده بدينا احنا نسمع كلام كتير جدا من ناس متخصصه في شؤون السياسه الخارجيه الامريكيه وشؤون الشرق الاوسط. مستقبل إسرائيل بقى عليه كثير من الضبابية، لأن إسرائيل مش قادرة تفهم أن التغير السكاني ضدها مش معاها، لصالح اللي هو لصالح العرب، لصالح الدول اللي في الجوار. ده بيخلي مستقبل إسرائيل أنها إذا ما جريتش بسرعة حددت حدود لها وعملت سلام مع الفلسطينيين، لأن السلام مع الفلسطينيين هو اللي هيوقف لبنان ومشاكل لبنان، هو اللي هيوقف مشاكل اليمن، هو اللي هيعمل استقرار الشرق الاوسط. نتنياهو بيقرا الكتاب بالمقلوب، عمره ما الامن او التكنولوجيا اللي هو مبني عليها دلوقتي هتظل دائما لصالح اسرائيل في السنين اللي جايه. في فجوه تكنولوجيه دايما بتتقلص مع مرور الزمن، وهتتقلص لصالح الدول اللي ليست الجماعات التي ليست بدول. الخطوره استاذه فيروز ان الناس دي ممكن تستخدم اسلحه غير تقليديه ويبقى في ضرر وجريمة كبيرة ممكن تحصل ضد الإنسانية في هذه المنطقة من العالم. نعم. طيب سأذهب لدكتور أحمد من القاهرة.
دكتور، كما سمعت لضيفي الكريمين وحديثا عن أن ربما الولايات المتحدة الأمريكية تهيئ اليوم إسرائيل لتكون قوى ضاربة أو قطب جديد ينشأ أو يظهر في الشرق الأوسط بالنظر إلى التغير اليوم في خارطة أقطاب العالم، الحرب بين الشرق والغرب، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تصنع قطب جديد في الجنوب عن طريق الهيمنة الإسرائيلية والاستعراض العسكري الكبير الذي شهدناه من الجانب الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، ولكن هل إسرائيل قادرة على ذلك؟ في اعتقادي أن أمريكا واعتمادها على إسرائيل ليس وليد اليوم وهذه الأزمة أو غيرها، هو منذ البداية، وأمريكا ودعم أمن إسرائيل وتفوق إسرائيل هو أحد الثوابت الأمريكية التي لا يختلف عليها أي رئيس أمريكي. يعني هناك اختلافات ما بين الجمهوريين والديمقراطيين حول كل القضايا تقريبا إلا قضية واحدة، وهو إسرائيل وأمن إسرائيل وتفوق إسرائيل النووي على دول المنطقة، وبالتالي ليس الأمر بجديد. لكن الآن الجديد هو من يحكم إسرائيل الآن، نتنياهو والمجموعة التي كما قال نتنياهو في الكونغرس الأمريكي وفي الأمم المتحدة أن إسرائيل تحارب نيابة عن أمريكا، إسرائيل تحارب نيابة عن العالم، ويريد إقناع أمريكا أن إسرائيل هي تواجه خصوم أمريكا في الشرق الأوسط وتحديدا ما يعتبره محور إيران ومحور المقاومة. لكن إسرائيل هي ليست بهذه القوة، لا يمكن أن تكون بهذا الدور الذي يمكن أن تكون أداة الهيمنة. يعني 7 أكتوبر طوفان الأقصى كشف إسرائيل، أيضا ما حدث أمس وفي سواء في الحدود أو الصواريخ الإيرانية أظهرت أيضا أن إسرائيل إذا انكشف الغطاء الأمريكي هي دولة هشة. إسرائيل ليست قوة عظمى أو قوة كبرى، إسرائيل فقط لديها ميزة نسبية في القوة الجوية، القوة التقنية، الاستخباراتية، لكن ما دون ذلك إسرائيل لديها شعور بالخوف، هي دائما تحاول يعني خلق وتفخيم وتضخيم التهديدات لكي تبرر الدعم الأمريكي والدعم الغربي وأن تقوم به تحت زعم أن إسرائيل في خطر أو في زوال وأن وجود إسرائيل في هذا الأمر. وبالتالي بات الغرب، الجانب الأوروبي على الأقل، بات يفهم وبدأ ينفصل عن هذه المعادلة. الجانب الأمريكي وإن امتعض وإن اختلف لكنه مضطر في كل الأحوال أن يدعم إسرائيل وأمن إسرائيل بسبب المزايدات. النقطة المهمة أيضا هنا هو أين الشرق الأوسط لم تعد أمريكا هي الفاعل الرئيسي فيه. هناك الجانب الروسي، الجانب الصيني، هناك تحالف استراتيجي ما بين إيران وبين الصين وروسيا، وبالتالي أمريكا منذ انسحابها لم تعد هي المحرك في تفاعلات المنطقة، وبالتالي هي غير قادرة على أن تفرض إسرائيل كقوة أو تعينها كقوة مهيمنة في المنطقة. أمريكا انسحبت من العراق، انسحبت من أفغانستان، أمريكا لا تريد الدخول في أي حروب الآن لأن السياسة الأمريكية والمجتمع والعقل الأمريكي يميل إلى العزلية، لأن التكلفة الكبيرة البشرية والعسكرية جعلت أمريكا تميل إلى الانسحاب وعدم الانخراط بشكل مباشر في هذه الحروب. طيب، أذهب إلى الناصرة دكتور سهيل دياب، و يعني أختتم معك هذه الحلقة وأقتبس من كلمة مندوب الجزائر يوم أمس في جلسة مجلس الأمن حين قال أن ما تقوم به أو الدعم الغربي لإسرائيل ودعم التهدئة عن طريق التصعيد هو في الحقيقة أمر غريب، إلى متى قد يستمر هذا السيناريو التهدئة عن طريق التصعيد؟ خلال الربع ساعة الأخيرة كانت هناك تصريحات إسرائيلية لافتة، ومن المهم أن يعني أتحدث عنها قليلا. هناك تخفيض في نبرة الردود الإسرائيلية حول ما يجري في المنطقة. كان هناك تصريحين بارزين نشرتها وول ستريت جورنال قبل قليل عن مسؤولين إسرائيليين كبار، وعندما يقولون ذلك يتحدثون عن إما مكتب نتنياهو أو قيادة الجيش العليا، بأن إسرائيل لا تريد توغل بري في لبنان، وهي تقوم بعملية صغيرة وقصيرة. والتصريح الثاني يقول أن هدفنا، هدف إسرائيل، هو وقف إطلاق النار وانسحاب حزب الله بعيدا عن الحدود الإسرائيلية ليتم لضيق الوقت. دكتور، لضيق الوقت، يعني هي الوعود والكلمات الإسرائيلية دائما لا علاقة لها بالفعل، ففي رأيك يعني هو يتحدث اليوم عن أنها عملية محدودة وأنه لا يريد التوغل وقواته تسللت أكثر من 7 مرات خلال اليوم وأمس في الجنوب اللبناني، إلى متى سيستمر في هذا التصعيد؟
برأيي أن الميدان يلعب ليس لصالح إسرائيل في اليومين الثلاث الأخيرات، وأن كل الأوهام التي وصلوا إليها بالعنجهية والفوقية وفتحان الشهية لأمور كبيرة بدأت تسقط رويدا رويدا. وما هذه التصريحات إلا تعبير عن أمرين: الأمر الأول أنهم بدأوا يستوعبوا أن الرياح لا تجري بما تشتهيه سفن نتنياهو، لا في لبنان ولا في مع إيران ولا مع أطراف أخرى. والأمر الثاني هو أن ردود الفعل القادمة من إيران وأطراف دولية عديدة تريد الآن الذهاب إما إلى مساومة وعملية دبلوماسية تؤدي إلى تهدئة المنطقة، أو الذهاب إلى الحرب المفتوحة والتي ستكون مدمرة لجميع الأطراف. شكرا لك. شكرا لك ضيفي الكريم من الناصرة أستاذ العلوم السياسية دكتور سهيل دياب، كما أشكر أيضا من القاهرة دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، ومن كاليفورنيا دكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بالقاهرة الإخبارية. شكرا جزيلا لكم على وقتكم. إذا كنا معكم ونقاش حول مدى إمكانية توسع المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، وهل تصبح المنشآت النفطية والنووية الإيرانية هدفا لإسرائيل؟ ربما الوقت هو الكفيل للرد على هذا السؤال. أشكركم على طيب المتابعة، كنت معكم في هذه الحلقة أنا فيروز مكي، شكرا لكم وإلى اللقاء.